ما بين ميزان. عسلامة ومرحبا بكم اعزائنا المستمعين اللي برانشي معنا توا على 90.3 والا تتبعوا فينا على ستريمينغ لايف 3w.lhayat.fm. ما بالميزون لليوم باش يكون سبيسيال اخاطر الريفيون دونك سبيسيال ريفيون. هذاك علاش باش تكون حاضره معنا في استوديو الهام بوحديده مهندسه التصميم الداخلي. عسلامة مرحبا بك. عسلامة مدام اروى. صافا لاباس الحمد لله. الهام احنا توا ما قلت اللي هو سبيسيال ريفيون دونك مش نحكيو من الاول نعرجوا نعملوا تعريجه هكا نشوفوا شنو هما لي طوندونس اللي صاروا اون 2021 شنو هي الحاجات اللي خرجت وشنو هي الحاجات اللي مش تتواصل معنا اون 2022 خاطر اي حاجه تنجم تصير معناها نجم نكون تتواصل الحكايه مش جوست هانو عام وتعديت معناها جوست تمشي على روحك تضرب معناها فوالا فما حوايج تضرب وتقعد لسنوات مش عام وفما حاجه مثلا تضرب عامتها وكها ولا عامين مي اون جينيرال ما تضرب الاكثر من عام هكا ولا الحاجه المزيانه هي راكي تضرب الدوم معناها تاخذ قداش من عام فوالا دونك نشوفوا معناها شنو هي الحاجات اللي صارت اون 2021 من بعد بيان سور ما نجموش نختموا البرنامج تعطينا هكا ديزاستيوس كيفاش نجموا نزينوا ديالنا خاطر ماك تعرف الريفيو وليت الريفيو اون جينيرال العباد الكل تتلم تلقاها فرصه باش العائلات الكل تتلم مع بعضها. انا دو بريفيرونس كي يجيني ضيف للدار بيان سور مش يلقى لازم تفرح بيه بيان سور لازم نفرح بيه خلينا من الماكله بيان سور هذيك معناها راه حاجه مزيانه وبيان سور بالطبيعه كما قلت انت راه حاجه مزيانه شنو هي الحاجات اللي نجموا نعملوها في الدار نهارتها باش نزيدوا نزينوا بها الدار نتاعنا زاده فما شويه اخطاء هكا نعملوها دو بريفيرونس انا نتجنبوها وما نعملوهاش باش وديما نقولوا هي لا سامبليسيتي في لا بوتي بالطبيعه نبداو من الاول شنو هي لي طوندونس نبدا باول حاجه ضربت في 2021 لي ديسان تاع لي فيزاج ابستري اللي هما لي ديسان اللي ترسموا بليني برك مثلا هذوما نلقاهم دي ديسان هما دو باز ستيل مينيماليست عملنا بهم لي تابلو عملنا بهم لي كوسان عملنا بهم لي فاز لي بو فوالا ديجا اللي يتبعوا فينا ينجم يشوف اللي يتبعوا فينا بيان سور على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فيهم ينجم يشوفوا اتصوروا على شنو انت تحكي بالضبط يا الهام ديجا هما لي تابلو الموجودين اللي هو اللي هما كيما نقول وان لاين ليني برك ترسم تابلو نجم نصور تابلو هي حاجه سامبل هي حاجه معناها حاجه سامبل كلاس سامبل وكلاس ومزيانه وديجا وتعطي منظر مزيان تعطي تكسيره مثلا في كوسان تعطي مثلا تكسيره نتاع مثلا قلت لك في تابلو مش حتى تابلو برك تنجم تعمل كيلكو تابلو كيلكو فورم مثلا بليني برك مثلا تعمل مثلا فيزاج نتاع ام نتاع فام مثلا يعملوا حتى مثلا دونك نلقاوهم في لي تابلو مثلا نلقاوهم في لي كوسان ديجا لي كوسان نلقاوهم في لي فاز معناها هي هي حاجه كما قلنا حاجه سامبل وحاجه معناها حاجه جديده حاجه جديده ومزيانه وضربت على الاخر خاطر بالحق سامبل ومزيان به نصيحتك لينا الهام مثلا انا حطيت اخترت اني باش نحطها في صالون بيان سور ما نحطش كل شيء مع بعض نحطش كوسان ما نحطش تابلو ما نحطش فاز هكا ولا هي بالطبيعه هي نتاع حاجه بركه مثلا حاجه بك اذا نختاروا حاجه بركه ونحطوها هذا مش نجم مثلا تعمل تابلو كوسان والا دو كوسان مثلا وحده فورم طويله كوسان وفورم فورم مربعه فهمت ما تجيش حاجه شارجي هي نتاع هاني قلت لك تكسيره نتاع حاجه في كنبي في تابلو في فاز فوالا كيما قاعدين نغزروا توا لي كوسان كيفاش معناها محطوطين نجم نختاروا دو ولا تروا كوسان هذوما معاهم مثلا ديكولور باستيل كولور كالم احلاهم فهمت فما لي بلا نواري بلون معهم مثلا تكسيره نتاع فم بروج فهمت هذاك نتاع تعمل اي تعجبني على الاخر هذاك اللي ليني باركه فورم نتاع فيزاج نتاع تكسيره نتاع لون وفي التكسيره نتاع الروج فيف هذيك اللي في هذيك نجم مثلا تعمل بيه رابيل في حاجه اخرى في الصالون نتاعك فهمت مثلا انت كان عندك كولور في الصاله مثلا تعمل رابيل في كوسان كيما لي كولور هذوما اللي راهو في هذوما نتاع كوسان ولهنا ديجا شفنا الكولور الطاغي هو البلون لهنايا هكا ولا معني تاخو الفون هو في البلون وتنجم انت تزين الفون تاع كولور كلير كولور كالم وتعمل تكسيره نتاع لون بالليني هذوما والفون هذوما لي كولور مثلا نختاروا مثلا بلون لي كري البيج لي كريج البيج هذوما هما هذوما الحوايج الطوندونس هذا نتاع 2021 هما لي كولور كلير معناها العباد اللي تحب حاجه كالم حاجه مثلا هكا تركحك مثلا بسيكولوجيكمون فهمت ديما لي كولور كالم هما مثلا الحل معناها نتاع ما عادش تعبي تختار مثلا هكا لي كولور
شارجي ولا لي كولور فيف اكثر طالعه بتميل لي كولور كالم دونك كولور باستيل ولينا نلوجوا بالحق ديما على السامبليسيتي خاطر هي اصلا راهي تهدي الاعصاب ما تكتبش البلاصه تلقاها ياسر شارجي التابلو شارجي والصالون شارجي حتى نفسيتك تبدا ماهيش اليز انت ديجا الدار نتاعنا احنا شنو نقولوا نقولوا روحوا للدار باش نرتاحوا بالطبيعه ولا دونك كي نرتاحوا يلزمنا نهيئوا الاجواء 100% باش نرتاحوا فيها البلاصه هذيك باهي هذوما لي توندونس اللي قلنا نتاع شي تسمي وهذوما قلت لي الهام هذوما فيزاج ابستغي لي فيزاج ابستغي هذا عندنا دي زوتر دونك بالطبيعه فما مثلا لي تابلو ميورال لي فورم سيركولير مثلا انت كترا هو تابلو برك اما هما كلك مثلا فورم نتاع تاع دي سيركل نشوفوهم مع بعضنا سيف كيفاش معناها لي تابلو هذوما على شنو نحكيو هذوما حاجه تملى الحيط مثلا في حيط كبير مثلا تمشي بالطول بالعرض فهمت فيها زاده كيف كيف لي كولور كلير باستيل هما لي فورم لي فورم الباز نتاعهم فورم سيركولير هكا ولا فورم سيركولير معناها دائرات هكا وتمشي معناها على حسب الاسباس بيان سور اللي عندك تختار انت الكولور والتاي نتاع التابلو هذايا هو من الميتال وفما اللي مثلا يعملوا فيه توج دوري مثلا باش تخرج مثلا انت على الكولور اللي عندك في الصالون تاعك ولا حاجه فهمت بيان سور تتحكم في الكولور انت على حسب الكولور اللي عندك الكولور دو باز اللي عندك في الصالون هما هذوما راهم ديما حوايج تكميليه للصالون تاعك مثلا انت تحب تزيد حاجه هكا فيها توج ديكوراتيف فهمت تختار مثلا تابلو حاجه كي هكا باه هذوما اللي موجودين عندنا شنو اخر عندنا مثلا لي كاشبو اللي هما بالغوتان الغوتان هي ماتير معناها كالزعف الزعف كنا نعملوا بها القفوف قبل ولي سوبلا وكل شيء هذوما ولاو يعملوهم دي كوش دي كاشبو يزرعوهم مثلا دي بلونت كبار طبعا تلقى مثلا لي بلونت صغار تلقى بلونت كبار معناها باش تملي لك الكوان تملي لك الحيط وبطبيعه الخضار مثلا حاجه ترتاح في الدار بيان سور احنا جينا نرجعوا للناتور نرجعوا للطبيعه نستوحاو منها كلك سوا لو بوا ولا حتى الخزف ذيرة ومعناها من الطبيعه اي حاجه اي حاجه من الطبيعه اي حاجه نختاروها من الطبيعه مثلا كتراها كيني كوفام هي في الكوان تملي لك الكوان تاعك مثلا عندك انت كوان فيد ما لقيت ما تحط فيه مثلا حاجه كي هكا سامبل ومزينه فوالا يا اما تنجم تحط فيه تزرع فيه حاجه والا حتى تبدا فما كوان تاع مثلا عباد تحب تقرا جرايد مجلات وكل شيء فما غير حتى شيء هو معناه حاجه ديكوراتيف حاجه ديكوراتيف نجم ونجم نستغلوها بيان سور احنا ديما نقولوا ديكور حاجه نتاع ديكور ماذا بينا نستغلوها ما تبداش هكا مثلا حتى يعملوهم باني نتاع مثلا صالح باش تطيش دبش ولا حاجه يحطوه باني هذيك في السال دو بان في فوالا ونجم نقواهم حتى معناها في هكا نحط ديكادر ولا تاع مرايه ولا في مرايه في تحطوا في مرايه هما يعملوا بهم تو برشا دي فورم سمي فورم سولي مثلا فهمت بالماتيغ هذيا تعمل فورم مزيان على الاخر في لي ميغواخ فهمت تملى الحيط زاد فما كلك فورم مثلا دويره مثلا ميروار كبيره صغيره فهمت برشا دي فورم بجنب بعضهم تملي لك الحيط وهي منها ان تكون حاجه ديكوراتيف منها انا احنا نعرفوا اللي المرايه تكبر الاسباس كان عندنا اسباس صغير نجم بالمرايه هذيك مثلا انا عندي صالون الاسباس نتاعها ماهوش كبير على الاخر دونك نستغل الحاجه هذه نتاع اللي هي الزعف ونحطها في ميروار هاني مني تكبر لي الاسباس هي الميروار مثلا حاجه تكبر الاسباس تزيد تدخل الضوء مثلا الانعكاس نتاع زيد المرايه يعطي حاجه مزينه مثلا فهمت فما برشا حاجات مثلا الميموار بالبلاستيك بالهذوما الغوتان اللي قلت لك عليهم فهمت برشا حاجات في الميروار باهي شنو اخر الهام عندنا عندنا زيد مثلا لي بلونت هذوما البامبا بلونت كنت ورنيهم لنا اي لي بلونت هذوما اي تحكينا عليهم شوي اي باهي هذوما هما البلونت شيحين يشيحوهم فهمت ويحطوهم في لي فاز في فهمت كيما نشوفوا فيهم قاعدين نشوفوا فيهم لهنايا لي فاز هذوما حاجه مزيانه على الاخر ديجا موجودين هما هذوما تو ما عادش مثلا العباد تعمل لك اللي هكا البوكي دو فلور يبدا كبير ولا شارجي فهمت هكا تبدا بلونت شان قلت لك بلونت شيحه بلونت شاي هذيك وديجا معناها ما تستحق حتى شيء تستحق حتى شيء هي ماهيش ارتيفيسيال هي ماهيش ارتيفيسيال هي دو ناتور اما مشيحينها معناها هاني ما تذبلش وما يصير لها حتى شيء ما تذبلش ما يصير لها حتى شيء او ميم طون هاني تبدا حاجه مزيانه وما تستحقش مثلا فما عباد تحب مغرومه بالنوار مغرومه بالورد وكل شيء هذوك ستيل اخر هذوما نحكي لك على ستيل اللي نطلعوا سنين معناها توندونس 2021 فهمت
حاجه اوريجينال وجديده. هي ديجا ماشي سنه سنه طلعت هذيا ديجا عندها. ايوه هما دوما راهم الحوايج معناها من ملول الزمان كما نقولوا. اما كما نقولوا ضربوا بالقدا اي ضربوا نتاع ولاو يشيحوا فيهم مثلا حتى هذوك السنابل هذوك العراف فهمت ولاو يشيحوا فيهم زيد ويحطوهم في دي بوكي وكل شيء فهمت. ديجا حتى في الكوجينه معناها حتى كان يبدا عندك ستيل نتاع الكوجينه كستيل تراديسيونيل تجي مزيانه على الاخر معناها ومع الزعف ومع الواحد تنجم تزيدها برشا حوايج مثلا تعمل لها ريقها كما تعملها برشا حوايج تولي معناها بالحق اون هارموني بيان سور. ما نجموش نحطوا حاجه كل لازم يكون اوموجين. ما نجموش نحطوا حاجه كيكا باراشوتي في الاسباس لازم نقراو كل حاجه شنية وين تنجم تتحط وتنجم خاطر كل قطعه راه لازم نعطيوها القيمه نتاعها. هي مثلا راهو انت مثلا مش تختار ستيل باش تخدم به فهمت. هي ما عنديش ستيل معين اما انت تنجم مثلا هي كما نقولوا ناخذ ستيل مودرن. ستيل مودرن معناه ستيل كبير برشا واسع على الاخر. تنجم تاخذ مثلا انت تدخل معاه تاش نتاع مثلا ستيل فينتيج ستيل مينيماليست مثلا كما قلت لك التابلو هذا ستيل مينيماليست نجم هي نتاع توش انت باش تزيدها في الاسباس نتاعك. هذوما اون جينيرال الهام الحاجات اللي موجودين عندنا لي توندونس اللي طلعوا 2021 وابارامون مازالوا متواصلين 2021. فما برشا حوايج مازالت متواصله مثلا فما لي كانابي توا ستيل هكا اغوندي شويه التكستور نتاعهم لين معناها حنين على الاخر. هذوما مثلا ضرب وزاد مازالوا باش نلقاوهم موجودين في 2022. باهي الهام توا احنا توا في اخر الحصه فريمون يعطيك الصحه على الحاجات عشك. اللي قدمتهم دونك النصايح نتاعك الهام في ليله راس العام كيفاش معناها نستغلوا الجو اللي يكون معناها فاميليال جو تحفون بيان سور كما قلت انت العشاء مهم على الاخر زاد الديكوراسيون والاجواء والاحتفالات واللمه والفامي هذيك مهمين على الاخر. تعطينا لي توش نتاعك الهام كيفاش نجموا نزينوا دارنا ليلتها. نجموا مثلا نزينوا اكثر حاجه معناها كتحيي الاسباس هي الضوء. مثلا تنجم تعمل دي بون لومينير دي فلاحيوت بخلاف معناها كل الزينه هذيك نتاعنا نتاع ونحاولوا زاد الهام ما نكثروش برشا بالزينه تبدا في تحس الحاجه شارجي تحسها شارجي على ديما حاجه سامبل تطلع اضخم واحلى. نعملوا حاجه زاد ديما كل خاصه العباد اللي عندها الشيمينات تبدا مغرومه بالفوريور اللي يبدا مرمي على الكنبي ولا مرمي اللوطه ولا حتى من غير شيمينات هذوك اللي يحسونا بالدف نتاع ديجا تبدا هي اون جينيرال تبدا لي تريفيون تبدا ديما بارده كلاص. دونك فما حاجات نستعملوها في الدار نخليو نحسوا بالدفاف في الدار. اي مثلا نجمو زاد لي تابل نتاع العشاء نتاع التريفيون مثلا نجم نزينو بالحوايج اللي انا سميتهم مثلا البلونت هذي تحط فاس في الطاوله مثلا فما ستيل نتاع معون توا خرجهم اللي بيسي الغيترو هذوك وزاد لي سوبلا هذوك كيبداو بالزعاف هكا ولا لي سوبلا فهمت. هذوما حوايج تنجم انت حتى معناها تعمل بهم ديكوراسيون نتاع الطاوله نتاع العشاء نتاعك فهمت يعطيو منظر مزيان وحاجه هكا قاعده حلوه تولي قاعده حلوه وبالطبيعه القاعده نتاعك حلوة على الاخر. شكرا ليك ثم هما النصايح نتاعك باش نبداو ان شاء الله عام مبروك علينا الكل ان شاء الله مبروك علينا الكل وان شاء الله كل الساده المستمعين الكل يكونوا استنفعوا بالنصايح اللي عطتها لنا الهام. دونك نقولوا لكم ان شاء الله سنه اداريه سعيده على الامه الاسلاميه الكل وان شاء الله يا ربي نتقابلوا في العام الجديد 2022. كانت معكم اروى غيث كوتي ميكرو نوفل الشرطاني في الاخراج التقني سيف اللي قدم لكم ديجيتال. ما بيل ميزان.